المحل تاريخه من سنة 41، جبار أبي الشربل، جبار والدي، وكان جدي. هاي صورهم، هاي بال47، هاي بال61، هذا قبل كان شارع بال41، يعني محلات قليلة، سيارات تعبر عليه لحد نهاية الخضارة. وهاي القبانة كانت مو محلات، كانت بيوت، بيوت مال يهود. وهذا الشارع كلش طببك منه للأخير، والسوق ما كان هنا، كان بداية الجسر، بداية الجسر. وانا ساعة السورين كانوا أهل التتن وأهل الطوابع قبل هنا، كانوا مسقوا ذاك، هذا اللغة بعدين من صار هذا السوق. وهاي صارت كلها محلات. من أخذت؟ أخذت البلدية سنة 41، البلدية العراقية، من كان أعتقد ما أعرف هاي حكم كان بوقتها، واخذوها سووها للبلدية محلات، والحد الآن هي تابعة للبلدية، منانة للخضارة، كلها تابعة للبلدية. إيجارات بالضبط، إحنا سرقة فلية مال عتيق، لا إحنا ملاك سعوديين أعتقد، خليجيين هنا. لحد الآن ندفع إيجاري. كانوا يسوون الدوندرما البرتقال بالأول، دوندرما البرتقال اللي يسموها الدك، كانوا يسموها قبل دوندرما السورية، دوندرما برتقال سورية. وكان بوقتها هاي الشيء ايش شربت، ماكو خلاطات ذاك الوقت، هاي الشيء ايش قزاز، وهاي العصارة مال البرتقال يدوية ذاك الوقت بزمن جدي صح. بعدين بزمن الوادي لا شوي اجت هاي المكاين بالسبعينيات، خلاطاتي وجت المكاين مال الدوندرما. بعد هاي العلب الدق انتهى دورين اللي هن ذن، هاي شوفن ذن يصيران صفر. بعدين لا طوروا شوي، جابوا مكاين بزمننا والله، هاي هل شوف ذن هاي المكاين و شربت انواع. كنا قبل نسوي الزبيب، هسه لا الزبيب لغيناه يعني شوي مكلف. هذا ليمون طبيعي، هذا قمردين، هذا بطيخ وجزر وبرتقال. اكو قبالي اكثر شيء على الجزر والبرتقال لان هذا طبيعي،